هو طبعا موضوع النقل ده من مكان للتاني مش سهل، خصوصا انا لما بيجي الموضوع ده اتكلم فيه ما بفكرش في نفسي في الاول. اول حاجة بفكر فيها اولادي، لانهم بيكونوا عملوا صداقات في المكان اللي هم فيه مع اصحابهم في المدرسة وفي الكنيسة، واحنا عارفين الطفل يعني لما بيحب ويصادق بيصادق من قلبه، فعايز يعيش مع الأطفال اللي تربى معاهم وحبهم، عايز يكمل الصداقة بتاعته معاهم. فأنا أجي أتنقل لمكان تاني يضطر هو يكون صداقات جديدة، فبيجدوا صعوبة في الموضوع ده. لكن بالنسبة لي أنا شعاري أنا وجوزي في الخدمة حيثما يقود ربي أذهبه، ما عندناش مشكلة في إن إحنا نتنقل في مكان، لأن إحنا من البداية وافقنا نخدم ربنا وقبلنا الدعوة من ربنا، فلازم يكون عندنا استعداد إن إحنا نتنقل في أي مكان.